كام، ارجع لضيوفي في الاستوديو اللي اكيد عندهم كلام كتير هيقولوه عن المباراه. كابتن عماد ابتدي بحضرتك، اكيد عندك كلام كتير وكاتب شايف كلام كتير يا كابتن عماد. بس انا لو هتكلم فنيات في كلام فنيات كتير قوي ورايح جاي، بس انا هتكلم من وجهه نظر يعني نادي الاتحاد السكندري شويه. فعلا نادي الاتحاد السكندري مضغوط، ومن حق الجماهير والاداره اللي عملته ان يكون الفريق مضغوط. معرفش انا بعد الخساره دي بكره هيلعبوا الماتش التاني، هل هيقدروا يخرجوا من الحاله دي؟ انا شايف ان دي اهم نقطه النهارده اتعمل. اهم من الخساره. اهم من الخساره. انك تقدر بكره تلعب فنيا، تشوف ايه اللي ناقصك عشان تواجه بيه الاهلي. واحنا يعني اكيد احنا متفقين ان الاهلي مش في احسن حالاته، ورغم كده ان الاتحاد فاز على الاتحاد. الاتحاد كان في اوقات كتير مركز لكن مشدود، وكان في نهايات الثالث والرابع الروتيشن اللي حصل كان افضل في الاهلي منه في الاتحاد. نهايه الرابع بالذات في نقطه واحده فنيه حابب اذكرها. مروان سرحان كميه الاوبن فري شوت اللي شاط وهو فاضي كتير دي، كانت لازم يتم تداركها اثناء المباراه. ما جاتش صدفه لانه البيج جاي الثاني او السنتر الثاني بيروح يهلب على عمر طارق، ودي مقصوده. هو فني الاتحاد قصدها، واعتقد مدير فني الاهلي كمان قصدها طبعا. اراها يعني دي من اكتر نزل مروان لانه شويت. الحاجه الثانيه كميه التيرن اوفر اللي حصلت في الكريتيكال في الاوقات الحاسمه اللي هي بونت بونت، ما ينفعش المستوى ده يبقى فيه باك زون، ما ينفعش المستوى ده يبقى فيه. يعني بص يا كابتن، لسه بتقول اهي دي اول شوطه كشاطها عمر مروان سرحان في الماتش كان فاضي. ايوه اتفضل يا كابتن. ما ينفعش في الكريتيكال جيم بقى لعيبه المستوى ده يبقى فيه اخطاء، والاخطاء كانت على فكره من ناحيتين بس. يعني الاتحاد عشان يكسب الجيم ده كان لازم تبقى اخطاءه اقل. الحاجه الاخيره اللي انا هتكلم فيها ان خلص الجيم فرق 7 بونت. احنا لو بنتكلم، احنا قلنا في الكوارتر الثاني كنا المفروض الاتحاد كان يطلع كسبان 8 بونت 8 و10 كانوا هيفرقوا معاه في الوقت ده، لان الماتش الايكوال وكابتن سعاد يمكن قالها واحنا اثناء المباراه، في الظروف اللي موجود فيها الجيم ده الاتحاد مضغوط اكتر. في الكريتيكال وفي الوقت الايكوال اللي في الاخر هيبقى مش هيتحمل الضغط ده. الاهلي لازم لو الاتحاد عايز يكسب ده، لو عايز لازم يبقى بالظبط لازم يفرق. فلو مش بونت حضراتكم توقعتوا الماتش الاهلي. هارد لك. لكن الاهم من الهارد لك انك بكره تنزل. يعني في اخطاء كتير مش لازم نتكلم فيها بحيث تعمل احباط. انا يعني عندنا حاجات كتير نقدر نقولها، انا مش عايز يحصل احباط وتبقى انا ودي بطلبها من الجمهور، لان جمهور الاتحاد فيهم ناس كتير فاهمه وبيكتبوا على الميديا بتاثر على اللعيبه. احنا عايزين اللعيبه بكره تبقى نازله تقدر تلعب جيم يرجعها تاني، لان لو لا قدر الله حصل هتبقى اصعب بكتير. كابتن عماد نجم نادي الاتحاد، هارد لك يا كابتن. كابتن ميشو اتفضل. اولا نقول مبروك للنادي الاهلي، استحق الجيم، خد الجيم وكسب الجيم وهو في اسوء حالاته. وجهه نظرك ان النهارده الاهلي مش في احسن حالاته؟ لا خالص، بل بالعكس. يعني النهارده من ابتداء عمرو الجندي يمكن زي ما احنا كلنا شايفين تقريبا ما لعبش الجيم، لعب شويه وقعد. يعني عمرو قوه ضاربه في النادي الاهلي، ما لعبش كتير النهارده. اهاب امين مش هو اهاب امين اللي احنا شايفينه. عمرو زهران مش هو عمرو زهران. ابو النصر مش هو ده ابو النصر. الناس دي يعتبر كانت النهارده كلها دي خارج الخدمه، خلي بالك مش هم المستوى بتاعهم. بس بيدافعوا، خلي بالك بيدافعوا. بس انت النهارده انت بتتكلم في انا بتكلم على الاوفنس. النهارده الحاجه اللي كان يقدر بيها نادي الاتحاد يكسب الجيم هي الحاجه اللي خسرته الجيم. في البدايه في الكوارتر الاول والثاني كان نادي الاتحاد عامل ضغط على الناس البريميتر اللي بره، وكان سايب. وانا قلت الكلام ده يمكن في لما جينا بين الكوارترين، قلت لك ان مروان سرحان وسيف سمير واحمد اسماعيل كانت النقطه اللي هي كانت تكسب نادي الاتحاد. طب تمشوا، كنت بتقول قبل اللقاءات انه الثلاثه البوزيشن فور اللي هيلعبوا سواء احمد اسماعيل سواء مروان سرحان سواء سيف سواء عمرو الجندي بجانب عمر طارق هم عندهم حل لغز مباراه النهارده. ليه قلت كده؟ الكلام ده ظهر في الفتره اللي بدا ويعلى فيها نادي الاتحاد في الاسكور. كان نادي الاتحاد بدا يضغط على الثلاثه البريميتر، بدا يعمل التراب على البريميتر، بدا يخلي مروان سرحان في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني واخد اوبن شوت، سيف سمير واخد شايت كورتين، واحده جت في الحلقه واحده جايه ايربول، احمد اسماعيل نفس الكلام النسبه بتاعته ضعيفه. دي اللي خلت نادي الاتحاد يبدا يعلى، ودي كان لازم نادي الاتحاد يستغلها، وهي دي اللي كانت ممكن تعمل ال10 بونت وال12 بونت في الاول لنادي الاتحاد. اللي حصل بعد كده في الكوارتر الثالث في حاجه جه النادي الاهلي
هو رجع للجيم ليه؟ سبب الرجوع نفس الطريقة اللي اشتغلوا بيها اللي هي سابوا مروان سرحان. مروان سرحان جاب ثلاث كور، ثلاثة بونت وشوط قدهم ستة الشوط الأول والتاني، يعني معنى كده إن هو إيه؟ فاضي خالص، فاضي شوط 10 وشوط زي كانوا في تمرين، وكانت أعلى 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 فرق سكور حصل في الجيم لو تفتكر اللي هي 50-40، وصلت ل 50 النادي الأهلي 40 بسبب الحركة دي. النهاردة بقول النهاردة نادي الاتحاد إحنا ما قدرناش نستغل الأسماء اللي أنا قلت لك عليها، سواء إيهاب أمين، عمرو زهران، عمرو الجندي، أبو النصر خارج الخدمة، إحنا ما قدرناش نستغل الحته دي. نطلع الحته بقى يمكن اللي انا عايز اقولها، ما ينفعش فرقه زي النادي الاهلي او فرقه نادي الاتحاد في توقيت يعني قاتل للمباراه 43 ثانيه ويحصل كم تيرن اوفر، التصرفات، لان في اول حاجه تيرن اوفر، اول واحده بتاعت ايهاب امين اللي عطاها لعمرو زهران اطرحت على طول مردوده بالكوره باكزوم من انس اسامه ل دوله للدوله، بعد كده جه دوله راح واخد واحده اللي هو رايح عشان يروح يجيب لياب، راح مطلعها تيرن اوفر، جه عمر طارق راح عامل تشارج. يعني التصرفات دي في التوقيت ده ما ينفعش من لعيبه الاربعه لو بصينا عليهم، يعني لعيبه منتخب مصر. اشكرك يا كابتن ميشو، تحليل رائع. اجي لك كابتن سلعاوي، اكيد عندك كلام كتير كلام كتير بالذات في الفتره الثالثه والرابعه اللي شهدت قرب وكانت باسكت هنا وباسكت هنا والاتحاد بدا الثالث بتفوق، عندك ايه يا كابتن؟ انا اعتقد ان نقدر نلخص الشوط الثالث والرابع ان يعني اوجوست بوش ادار الثالث والرابع بخبره شويه، حكمه وحنكه شويه. مدرب الاتحاد ادار الشوط الثالث والرابع بشكل خاطئ شويه، انا في رايي الشخصي وقد اتفق مع الزملاء يعني انه اداره بشكل خاطئ الثالث والرابع. كمان عايز اقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي الاتحاد. نادي الاتحاد النهارده ما قدمش المباراه المطلوبه، نادي الاهلي كان احسن، نادي الاهلي عمر طارق كان نجم المباراه ونجم البال ونجم الدوري، واعتقد ان اعيد كلام الكابتن ميشو ان في اكتر من لاعب كان مش في مستواه النهارده، لكن النادي الاهلي يعني زي ما بيقولوا من حضر يعني، فتومسون قدر وهو عمر طارق قدروا ومسرحان يعني في اكتر من نجم قدروا يعوضوا الفارق. الاتحاد السكندري ارتكب اخطاء قاتله في اخر 47 ثانيه زي ما قال، والنادي الاهلي برضو نفس الكلام في دخول الكوره كانت فيه هناك اخطاء. اعتقد المباراه دي سوف تحسب بمن يقلل اخطائه في اثناء الجيم. الاخطاء هي السبب الرئيسي هتبقى في الفوز او الخساره. كل فريق اي فريق هيقدر يقلل من نسبه الاخطاء بتاعته هيقدر يكسب المباراه، لكن المباراه انا يعني بقول ان معظم لاعبي النادي الاهلي مش في حالتهم، بس قد اراجع العذر ليهم. قالك تحديدا حضرتك شايف اللعيبه بعيد عن حالتها دفاعيا ولا هجوميا؟ تفرق معايا لو دفاعيا انا بالنسبه لي ما فيش مشكله، ما انا بدافع حتى لو انا في الاوفنس مش كويس بس بدافع. لو دفاعيا وهجوميا هنا مشكله. شايف اللي مش موفق في ايه؟ في الاثنين، عشان انا كان في لعيبه عندي دفاعيا وهجوميا كويسين، ايهاب امين كان دفاعيا كويس هجوما كويس، في اكتر ابو النصر دفاعيا هايل وكان هجومه متحسن جدا جدا، عمر طارق دفاعه قوي جدا ومعظم السكور جاي عن طريق عمر طارق، سمحان ريباوند بيروح يشوط 3 بوينت. بس يا كابتن لما نادي الاتحاد بكل الحلول الهجوميه اللي عنده دي حاطط 62 بونت يعني 15 نقطه ونص في الكوارتر، لا ما ده جود ديفنس. وعايز اقول برضو حاجه تانية، الاتحاد السكندري النادي الاهلي حاطط فيه 69 نقطه يعني تقريبا افريج 16، يعني الجيم الفرقتين قافلين على بعض، دفاع قوي ومذاكرين بعض ودارسين بعض كويس قوي والدفاعات قويه جدا ما اختلفناش، بس برضو احنا بنتكلم على الاخطاء اللي كانت موجوده في الجيم. نعم يعني طيب. واخد بالك هي برضو تتساب يعني لتقدير البعض، ولكن الدفاع انا شايف الفرقتين نوعا ما كانوا دفاعيا كويسين، هو المفروض اللي بيعمل دفاع جيد يكسب، بس الدفاع مفتاح المكسب. كابتن عماد كابتن ميشو مع سيل الاخطاء اللي بتحصل دي انت مش هتعرف الماتش راح فين. ما انا قلت لك بقى اللي هيكسب الماتشات الجايه من يقول الاخطاء. بس كابتن طاهر انا طبعا زي ما قلنا ان الكوارتر الثالث والرابع وتملي دول
اوجستي بيتصرف فيهم الى حد ما صح. وانا شايف ان يعني انا مختلف معاكم في حته ان الديفنس كان قوي، لا هو الاوفنس بتاع الفرقتين ما كانش كويس. صح الاوفنس بتاع الفرقتين. تتفق معاك يا كابتن عماد؟ تتفق يا كابتن ميشو؟ كابتن سلاوي تتفق؟ يعني الاوفنس وحش مش الديفنس كويس. تمام. دليل ان 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 احنا عندنا قوات الضربه زي ما قال الكابتن ميشو وقال الكابتن عماد في الاهلي، سواء الجندي سواء ايهاب امين سواء عمرو زهران ابو النصر. عمرو زهران ابو النصر بعيد عن الفورمه الثانيه، بعيد. اللي عوضهم تومسون. تومسون احنا متعودين عليه ان هو فيدر، 4 5 هو ماشي الكور، انما 4 5 3 بوينت زي 17 بونت في بس كمان واللي اكتر منه يعني مروان. انا اتصور بس الاحصائيات مش عارفين نجيبها لان النت قطع في الصاله. الاحصائيات تقول ان تومسون قرب من 30 بونت. حلو، الاحصائيات بتقول قرب 30 بونت، واحنا عندنا اربعه بنقول مثلا عطلانين، ويجي بعديه في الموضوع عمر طارق، وطبعا مروان سرحان. مروان سرحان الى حد ما كان حط سكور يعني يعني ما كانش برضك متوقع منه لهذا. فبالتالي ان الاعتماد على تومسون من اوجستي دي في حد ما كاتشانة كويسة في ظل الغيابات بتاعة إيهاب أمين في التهديف والجندي والزملاء ده من ناحية الأهلي. وعلى هذا الأساس هو كسب الماتش. تمام. أما من ناحية الاتحاد فزي ما قال كابتن سلعاوي إن في عندك قوة ضربة كتير مش موجودة. يعني أنا باستمرار مش ممكن مقصر. يكون أنس أسامة هو الهداف. ما حطش النهارده ميدو طه. ميدو طه ما نزلش. يعني بس في الشوط هو ما حطش. يوسف شحاتة. نفس ده. يوسف شحاتة النهارده برافو عليك. يوسف شحاتة. ما حطش. كل دول يعني إلى حد ما بيبقى كان بيبقى شوشة نفس الكلام. أذا جردات. ومع ذلك وإلى حد ما أنت الاتحاد بقى السكور كله من تحت الحلقة. بس خلي بالك يا كابتن النادي الاهلي لعب حاجه النهارده مهمه جدا. كان ممكن لعيبه توصل تحط دنكات زي انس حط ثلاث دنكات بس في المقابل ما تشوتش 3 بونت. والاهلي كان قاصد دي. الاتحاد لو لعبت معاه في 3 بونت بيبقى في حته ثانيه.